أولا أنا أعتقد أن هذه زيارة مهمة من الناحية الرمزية، لأن إسرائيل تشير لإيران بأنها ليست وحيدة في هذه المنطقة، والمغرب تشير للجزائر بأن المغرب لا تقف لوحدها. أعتقد هذا هو التقاء المصلحتين الإسرائيلية والمغربية للإشارة للقاسي الإيراني وللداني المغربي بأن هاتان الدولتان يعني تذهب يدا بيد. هذا المراد السياسي من هذا من هذه الزيارة. نعم تقصد. أما من الناحية حضرتك تقصد أن المغرب الصريحة. تبحث عن تحالفات لمواجهة الجزائر وأيضا جبهة البوليساريو. نعم هذا هو الشيء. في المغرب كل شيء يدور حول مشكلة البوليساريو والصحراء الغربية، وفي إسرائيل كل شيء يدور حول المشكلة الإيرانية. أما هناك مجال آخر وهو مجال النقاشات والمباحثات الثنائية بين كوخافي ورئاسة الأركان العسكرية المغربية، ولكن إذا وقعوا على اتفاق ما فأنا أكثر من متأكد بأن هذا الاتفاق قد يعني كان العمل عليه منذ شهور أو أسابيع بين تاكم وخابي وتاكم رئاسة الجيش المغربي، ولذلك إذا كان هناك توقيع لشيء ما فهذا سيكون فقط مسك الختام على شيء بدأ مشواره منذ شهور. طيب دكتور، بحسب مراقبين أيضا هناك تحليلات تقول أن إسرائيل أيضا هدفها الصناعات الدفاعية وتخفيض كلفة صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الأسواق الأفريقية انطلاقا من المغرب. هذا يمكن ما يقال أن إسرائيل ستستفيد منه. طيب بالنسبة للمغرب، ماذا يمكن أن تستفيد المغرب من هذه الزيارة ومن العلاقات مع إسرائيل، وأقصد بالتحديد العلاقات العسكرية في المجال العسكري؟ هناك منظومات دفاعية طورتها إسرائيل ثلاث سنوات، إما ضد الصواريخ أو ضد المسيرات، وأنا أعتقد أن المغرب مهتم جدا جدا بالخبرة الإسرائيلية، بالخبرة العسكرية الإسرائيلية وبمنتجات التصنيع العسكري الإسرائيلي. طيب دكتور، سؤال أخير، ما الذي سيميز التعاون المغربي الإسرائيلي مقارنة بالدول التي وقعت اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل؟ هذا ليس متعلقا بضرورة بدول أخرى. إذا اشترت المغرب من منتجات التصنيع العسكري الإسرائيلي هذا حسن، وإذا قامت الإمارات أو البحرين أو دول أخرى في الشرق الأوسط في نفس الشيء بمعنى شراء منتجات الصناعات الإسرائيلية فهذا أيضا محبذ به ولا علاقة لهذا بذاك. هل يمكن أن نشهد في المستقبل إنشاء قاعدة عسكرية ربما في المغرب؟ أنا لا أعتقد بأن إسرائيل لها أي مصلحة بإنشاء قاعدة عسكرية في المغرب، لأن ليس لنا أي أعداء في تلك المنطقة ولله الحمد. إذا كانت المغرب تقع إلى جنب من إيران هذا كان السيناريو مختلف. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور مردخاي كيدار، باحث ومحاضر في قسم الدراسات العربية في إسرائيل، كنت معنا من القدس. شكراً.